سولا اللاعب الليبي لحد الآن يسعى للتوزيع والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من هفوة في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي، ووليد القروي يتمكن من التسجيل وإحداث الفارق في دفاع الترجي الرياضي التونسي، الإعادة للكرة الأخيرة والارتباك في دفاع الترجي الرياضي التونسي، وليد القروي يتمكن من التسجيل. إذا المتابعة للكرة الأخيرة، وليد القروي يمنح الأسبق قدام وارجل ليبيا في هذه الكره ولا محاوله بن سولا، اللمسه الى عبد الله العامري، حاول التوزيع والهدف الثاني. الله، الهدف الثاني ايدو كينغسلي، النادي الرياضي الصفاقسي اليوم يضع كل خبراته كل تاريخه كل ممهدات النجاح لاسقاط الترجي و كسر النتائج الإيجابية الأخيرة في بطولة الدوري المحلي. كرة كانت ممتازة، اللمسة من العامري تأتي من محمد سولا، يتسرب العامري على القائم الثاني وحده.